ده رزاق الطلاب بدون الحاسبات التكنولوجيا والمعلومات في العلوله بنتابع مع بعض ماده السبع مادات. الفصل ده بيبقى عن نماذج التخصيص او نماذج التحميل ومشكله نماذج التحميل معناها ايه. لو عندي اربع ماكينات وعندي اربع حاجات عايز اعملها، او المفروض ان انا اخلص لكل ماكينه وظيفه معينه بحيث ان ما يحصلش تعارض ما بين الماكينات وبعضها البعض، او احدد عامل معين لاجراء وظيفه معينه بشرط ان انا اخفض التكلفه. خطوات حل مشكله التخصيص: نحدد اصغر تكلفه في كل صف وترحم من جميع قيم هذا الصف وذلك بدماسه. يتم تحديد اصغر رقم في كل عمود من اعمده الجدول الناتج من الخط رقم واحد وطلع هذا الرقم من كل عمود. بحط خط سواء كان راسي او افق على كل صف وكل عمود يحتوي على اصفار، ونبدا بالصف او العمود اللي بيحتوي على اكبر عدد من الاصفار. خطوه تاليه: اذا كان عدد الخطوط التي تغطي الاصفار سواء راسيه او افقيه يساوي عدد المصادر او عدد الغايات فيكون توصلنا الى الحل الامثل، هو تحديد كل هدف لكل غايه بشرط ان تقاطع صف والعمود مع هدف الغايه يساوي صفر في الجدول. اذا كان عدد الخطوط اصغر من عدد الاهداف او الغايات فهذا يعني عدم الوصول الى الحل الامثل. يتم فحص جميع القيم الموجوده في الجدول الاخير ولا يمر عليها خط، ونحدد اصغر هذه القيم ويتم طرح هذه القيم من جميع عناصر الجدول سواء كانت مقطعه او غير مقطعه بخط، ثم يتم اضافه هذا الرقم الى اعمده وصفوف الجدول المغطى، ويلاحظ انه اذا وجد احد العناصر المغطى او القيم الرئيسيه فهذا يعني اضافه هذا العنصر الى مرتين، مره مع صف ومره مع عمود. نشوف الكلام ده هيتم تنفيذه عمليا. شركه لديها اربع مصانع A1 A2 A3 A4، المصانع بتتحط على الصفوف، وعندها اربع مخازن S1 S2 S3 S4 هتتحط على العمود. عايز انقل البضائع من المصانع واوديها للمخازن، اخصص مخزن لكل مصنع بشرط ان انا هتحمل اقل تكلفه. الجدول ده بيديني تكلفه التخزين بتاع من A1، لو خزنت A1 انتاج المصنع الاولاني في المخزن الاولاني كلفني 10، لو خزنته في المخزن الثاني كلفني 33، خزنته في المخزن الثالث كلفني 41 وهكذا. الكلام ده هيتم ازاي؟ هنبدا الحل بتحديد اصغر تكلفه في كل صف. الصف الاولاني 10 33 41 20 اصغرهم 10. الصف اللي بعد 24 17 50 60 اصغرهم 17. الصف الثالث 29 32 62 29 اصغرهم 29. الصف الاخير اصغره 22. هطرح اصغر تكلفه من كل صف، يبقى الصف الاولاني 10 ناقص 10 33 ناقص 10 41 ناقص 10 20 ناقص 10. الصف اللي بعد 24 ناقص 17 17 ناقص 17 50 ناقص 17 60 ناقص 17. الصف اللي بعد 29 ناقص 29 32 ناقص 29 62 ناقص 29 29 ناقص 29. الصف الاخير 22 ناقص 22 27 ناقص 22 39 ناقص 22 37 ناقص 22. هحصل على الجدول اللي انت شايفه ده. طبعا تكرار العنصر هيديني الخلايا ايه؟ اصفر، ادي 0 2 3 4 5. الخطوه اللي بعديها هحدد اصغر رقم في كل عمود. الجدول اللي هو ناتج طرح اصغر رقم في كل صف. اصغر رقم في العمود الاولاني كان 0، اصغر رقم في العمود الثاني 0، اصغر رقم في العمود الثالث 17، اصغر رقم في العمود الرابع 0. هطرح اصغر رقم من كل عمود من جميع قيم العمود، يبقى اصغر رقم كان هنا في العمود الاولاني 0، العمود كل قيم العمود ناقص 0 مش هتتغير. العمود الثاني كان 17 هطرحه، العمود اللي بعديه، العمود اللي بعديه عشان اجيب الجدول ده اللي هي بتاعت المصنع ده، الصفر ده التخزين بتاعه 10، الصفر ده، الصفر ده، الصفر ده، كده اداني ايه؟ اقل تخزين او تخصيص مشكله ممكنه. هنسيب المثال دوت للقراءة وتتابعه وحل معايا. اللي يهمني في الجزء ده ازاي احلها بالاكسل. المسألة دي احلها بالاكسل، خطوات الاكسل معاك، حاول تتابعها وتشوفها هتتعمل ازاي.